ينضم إلينا من الخرطوم محمد عبد القادر، الكاتب والمحلل السياسي. سيد محمد، يعني إلى أي مدى الأجواء مهيئة لاتخاذ هذه الخطوة بتسليم قيادات الإخوان للجنائية الدولية؟ طبعا خرج هذا الحديث الآن إلى الفضاء الجهير بعد أن كان يعني يتسم بأنه تسريبات حكومية. ها هي قيادات في الحكومة الانتقالية تعلن صراحة أن السودان يحتزم تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية. طبعا كانت هنالك مقدمات إلى لهذه الخطوة، زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم، مذكرات تفاهم تم توقيعها بين الحكومة السودانية ومثل وزارة العدل والمحكمة الجنائية الدولية. هنالك كثير من التصريحات الآن التي يعني تصدر من قيادات سياسية لتمهيد لهذه الخطوة. يمكن كان آخرها تصريح الأستاذ ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال الموقع على اتفاقية السلام، وهو يتحدث عن أو ينصح الإسلاميين باعتبار أو بالتعامل مع البشير باعتبار أنه من الماضي. هذا الحديث أيضا في مقابل أن تكون هنالك تسوية مع الإسلاميين تقضي بعدم يعني إبعادهم من الساحة السياسية. هنالك الآن احتقالات يمكن بتطال العديد من القيادات المؤتمر الوطني، ويحسب بعض المراقبين أن هذه الاحتقالات أيضا تأتي تمهيدا لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو قرار ينطوي على حساسية سياسية عالية بالنسبة للقيادات. طيب سيد محمد، يعني هل يمر الأمر بسلام أم تتوقع أن تكون هناك خطوات معرقلة من قبل تنظيم الإخوان المسلمين؟ أنا لا أعتقد أن الأمر سيمر بسلام، هذا قرار كبير وهذا قرار خطير. ويمكن قبل شارع التيار الإسلامي العريض الذي يمكن يعني يشهد هذه الأيام احتقالات كبيرة، فسرها المراقبون بأنها يعني بعض الإجراءات التي تمهد بها الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار. هنالك لا أعتقد أن هنالك توافق كذلك بين مكونات الحكومة في الشقين المدني والعسكري حول هذه الخطوة، خاصة وأن المكون العسكري كان يرفض تسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن بعد توقيع الاتفاق السلام وبعد كثير جدا من التطورات التي حدثت في السودان، جرت كثير من المياه تحت الجسر، ولم نسمع حتى الآن ما هو رأي المكون العسكري في مثل هذه الخطوة. ولكن أنا أعتقد أنه ليس هنالك توافق بين المكونين حول هذه الخطوة من ناحية. المسألة الثانية أن الشارع السوداني كذلك منقسم حول هذا الأمر. طيب ارتباط ذلك بحملة الاعتقالات التي تنفذ ضد أعضاء المؤتمر الوطني المنحل سيد محمد برأيك؟ أنا في تقديري أنه هذه يعني في كثير من المراقبين ربطوا هذه الاحتقالات باعتبار أنه ظلت هذه القيادات التي يمكن يتم إلقاء القبض عليها واحتقالها هي محركة في نظر الحكومة الانتقالية للشارع. وربما كان هذه الخطوات التي ارتبطت ارتباط وثيق طبعا بقول الحكومة أن هذه القيادات تمهد للانقضاض على الفترة الانتقالية وتحكير صفو الوضع الانتقالي بإشعال الحرائق في الولايات وتحريك الاحتياجات، ربما كانت تحمل كذلك في هذه الخطوة في طياتها التمهيد لقرارات كبيرة مثل القرار تسليم القيادات الإنقاذ المتورطة في جرائم دارفور حسب ما ترى المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة. ولعله هنالك ارتباط كبير جدا بهذه الاحتقالات وبقرار كبير، يمكن قرارات كبيرة ستصدر خلال الفترة القادمة. لأن السودان الآن يشهد كثير جدا من التطورات خاصة على الصعيد مسألة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. الآن هنالك وفود، هنالك مذكرات تفاهم، هنالك تمهيد، هنالك حديث جهير جدا عن اعتزام الحكومة تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية. إذن من الخرطوم محمد عبد القادر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.